بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حققت مملكة البحرين في بطولة الرجل الحديدي لسباقات الترايثلون نجاحات عديدة جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية على أرض مملكة البحرين لتعزيز مكانتها في الرياضة الدولية وإبراز الوجه الحضاري للمملكة بين دول العالم. غير بعيد عن ما تشهده البحرين من نقلات نوعية تطال العديد من المجالات، فإن من أسمى ما قد يشار إليه اليوم هو بطولة الرجل الحديدي التي استطاعت البحرين توجيه الأنظار نحوها كحدث رياضي عالمي يقام بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ومن واقع اهتمام سموه تأتي بطولة الرجل الحديدي بصورة منتظمة لتعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة على صعيد تنظيم البطولات الدولية في رياضة الرجل الحديدي باعتبارها أحد مواطن رياضة ترايثلون في الشرق الأوسط. بطولة البحرين للرجل الحديدي يشارك فيها العديد من أبطال العالم الذين يرون في سباق البحرين مكانا مناسبا لإظهار قدراتهم الفنية والتنافس الحقيقي على لقب السباق الذي يعتبر من أهم السباقات التي تقام على مستوى العالم ويحظى بمتابعة كبيرة وواسعة تحقق الأهداف التي وجد من أجلها السباق في نشر رياضة الرجل الحديدي بالمملكة. تنقسم البطولة إلى جانبين من التنافس يشكل فيها المحترفون الجانب الأول بوجود نخبة من الرياضيين العالميين ذوي السمعة العالمية والمستوى المعروف، فيما يخوض الجانب الثاني الرياضيون الهواة الذين لا تقل روحهم تحديا وعزما، حيث يمتلكون الرغبة الجادة في التنافس والتحدي وتقديم كل ما يمتلكونه من مستويات للوصول للمقدمة وتسجيل النتائج الطيبة. أمام الرياضيين المحترفين والهواة ثلاث سباقات تحتاج إلى روح عالية وعزيمة كبيرة من أجل اجتيازها، حيث تضم كلا من مرحلة السباحة ومرحلة الدراجات الهوائية وأخيرا مرحلة الجري، ويقطع المشاركون كيلومترات من التحدي والقوة في الأداء البدني والفني العالي. في إقامة بطولة الرجل الحديدي جهود مخلصة بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في ترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في تنظيم واستضافة البطولات الدولية على أرض المملكة، بما يسهم في تعزيز سمعتها ومكانتها على الخارطة الرياضية الدولية. ليبقى سموه المثال الحي الذي يقتدي به شبابنا في مجالات التحدي في هذه المسابقة الرياضية المتميزة، كما وتظل مملكة البحرين قبلة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية التي تسهم مساهمة كبيرة في الترويج للمملكة وإبراز وجهها الحضاري بين دول العالم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.